هو انت فاكره انك هتكوشي على ساره وجوزك كلها؟ ايه ده؟ انت فيها؟ لا انا كبرتها. ولعلمك الورق اللي انت وديتيه ده كله هيطلع في شنك. اما بقى بالنسبه للتوكيلات فهتتسحب منك واحده واحده بعد ما اثبت شراكه جوزك لعبد الصبور. ونصيحه مني يا حلوه، اوعي تظهري في الصوره تاني يا اما هاذيكي. تاذي مين؟ انت سيتي نفسك. اهدي اهدي، بلاش فضايح في المعرض، وانا هعرف لك اللي حصل ده حصل ازاي. وعبد الصبور ده بكره الصبح هيكون عندك في خلال 24 ساعه. بس انت اهدي يا قلب اخوكي. بقول لك خد اهدي حبيبتي اهدي. الست اللي طلعت دي وراها ما تسيبهاش لغايه ما ابعت لك صوره واحد تجيبوه على طول. تمام يا باشا. وهي كمان. وهي معاه. تمام. يلا اهدي يا قلبي. في ايه؟ تعالي تشربي ليمون. مش عايزه اشرب زفت.